إذن مستمعينا الكرام، آخر محطة من محطات مع الشبيبة لليوم، أخبار المطر من خلال طبعا ما تابعتوه عن تأثر شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي. هذه التفاصيل بناخذها مباشرة من محمود بن راشد الخياري، رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا. مساء النور للإخوة المستمعين الكرام. حياك الله يا أستاذ محمود. ومن أخبار كورونا والأمراض أجارنا الله إلى شوية أخبار ممكن تفرح الناس، وما في أجمل من أخبار المطر. نأخذ من عندك أستاذ محمود آخر التحديثات الجوية بشأن المنخفض الجوي الذي يؤثر على شمال السلطنة. نعم طبعا، يمكن الكل سمع بأن في احتمالية خدود منخفض جوي في مشيئة الله راح يأثر على أجواء السلطنة خلال اليومين القادمين، خلينا نقول من ابتداء من صباح الغد، يعني صباح البرزي أو مساء اليوم ممكن نقول، إلى يوم الثلاثاء في مشيئة الله. طبعا هو خدود من سلسلة الأخاديد الشتوية، ما زالت تعتبر أنها من الأخاديد الشتوية التي تؤثر على الأجواء الخليج العربي أو الجزيرة العربية ومن ضمنها السلطنة. طبعا حاليا يتمركز في شمال غرب الجزيرة العربية أو غرب إيران، ومن المحتمل أن يتقدم تدريجيا إلى أجواء السلطنة خلال مساء اليوم وصباح الغد بمشيئة الله. نعم، مساء اليوم ما هي الولايات التي من الممكن أن تتأثر بهطول أمطار؟ خلنا نتكلم عن صباح الغد أكثر شيء. طبعا احتمالية نتكلم آخر الليل، واللي ممكن نعتبره يعني اليوم الثاني من صباح الغد إن شاء الله، هي طبعا تبدأ التأثيرات في العادة محافظة مسندم، تبدأ التكونات هناك، ومن المحتمل أن تمتد خلال صباح الغد بمشيئة الله تدريجيا لتشمل أجزاء من محافظتي جنوب وشمال الباطنة. تأثيرات دائما تكون المناطق الساحلية أكبر من المناطق الداخلية كون أنها تتوفر فيها الرطوبة بشكل أكبر. نعم. وبالتالي التأثير راح يكون إن شاء الله على محافظتي مسندم، محافظة مسندم ومحافظتي جنوب وشمال الباطنة، كذلك محافظة مسقط وجنوب الشرقية. نعم. الفرص نفس الشيء إن شاء الله محتملة على جبال الحجر بشكل لا بأس به، وكذلك المناطق المجاورة. نعم، محافظة مسقط نقدر نقول على مساء الغد بمشيئة الله الفرص موجودة بالنسبة لمحافظة مسقط حتى من صباح الغد، أن نقول من بعد الساعة 10 الصباح. نعم. الفرص بتكون جيدة إن شاء الله. طبعا كل ما تأخرنا في الوقت كل ما كانت الفرص أكبر. بشكل عام ذروة التأثير راح يكون إن شاء الله من صباح غدا إلى صباح بعد غد بمشيئة الله. نعم، ماذا عن درجات الحرارة؟ هل سيصاحب هذا المنخفض كذلك انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة؟ بالفعل طبعا هذه المنخفضات كونها منخفضات شتوية راح تكون متبوعة برياح شمالية غربية باردة، وبالتالي راح نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلنا نقول ما بعد مرور الحالة الجوية. نعم. ممكن تكون هناك انخفاض بما يقارب من 5 درجات مئوية. نعم. بشكل عام إن شاء الله. ماذا عن موج البحر؟ طبعا الرياح بتكون بمشيئة الله من معتدلة إلى نشطة على الشمالية، المناطق الشمالية بشكل عام للسلطنة، لا سيما المناطق المطلة على بحر عمان وكذلك محافظة مسندم، وبالتالي الرياح بتكون ارتفاع الأمواج بيكون ما بين 2 إلى 3 أمتار. نعم. بيكون من المتوسط إلى هائج إن شاء الله. ممكن بدري شوي نسألك عن إذا كانت هناك أي حالات قادمة متوقعة على أجواء السلطنة بعد هذا المنخفض. طبعا هي ما زالت يعني الحالات الشتوية مستمرة. طبعا احنا نعتبر حاليا في الفترة الانتقالية ما بين الشتاء والصيف. نعم. ولكن ما زالت هناك بعض الأخاديد والمنخفضات تمر على منطقتنا، ومن المحتمل أن تؤثر أو تكون نوعا ما لها تأثير ولو بشكل بسيط، لكن كون أن هذه الفترة هي فترة حساسة جدا. كون أن نحن عندنا ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى السطح. نعم. ووجود تبريد ولو بسيط في طبقات الجو العليا راح يعطينا يعني عدم استقرار في الأجواء بشكل يعني أكثر مما يكون النوم في الشتاء.
أي منخفضات ولو بسيطة راح يكون لها تأثير إن شاء الله جيد على الأجواء بإذن الله. متى ما توفرت الرطوبة، طبعا عامل الرطوبة عامل كبير، فإذا توفرت الرطوبة مع التبريد العلوي وكذلك في حالة من عدم استقرار الأجواء دائما تكون الأحوال الجوية يعني مؤثرة بإذن الله تعالى. ونتمنى إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة يا عم بنفع أهل البلاد والعباد. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود بن راشد الخياري رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالحياة العامة للطيران المدني. شكرا لكم، حياكم. يعطيك العافية، شكرا.